نظمت هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين بدار المحامين بمدينة الدار البيضاء ندوة صحفية من أجل تسليط الضوء على أطوار المحاكمة، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني. كصحفيات وصحفيين مكتوبة وإلكترونية وغيرها من المواقع استجابة الدعوة، كما نشكر المنظمات النسائية الحقوقية اللي حضر معنا في هذا اللقاء. الموضوع ديال الندوة الصحفية غادي تلاحظوا أنه مختلف من جلسة، حيت كنا مديرين تصريحات عقب كل جلسة من الجلسات ديال محاكمة توفيق بوعشرين، واللي كل الزملاء والزميلات هذا الفريق اللي كاينوا بعض الضحايا منذ البداية الأولى إطار استراتيجية خطة الدفاع، كان الاتفاق والمبدأ الأساسي اللي هو مرتبط بالممارسة المهنية ديالنا ومرتبط بالقصر المهني، أن كل التصريحات ديالنا لن تمس بمبدأ أساسي لما نضل عليه الشعب المغربي وقواه الحية والحقوقية والديمقراطية، ألا وهو مبدأ استقرار السلطة القضائية. كانوا كل الزملاء والزميلات لما كيخرجوا ويديروا التصريحات ما كنتعمدوا ما نقصوش القضاء، وكنا دايرين واحد المسافه ما بين التصريحات اللي كنديروا بها والمبدا ديال استقرار السلطه القضائيه. اليوم كنعقدوا هذه الندوه الصحفيه من اجل ثلاثه ديال الاشياء: اولا باش نسلطوا الضوء على المحاكمه اللي دامت مدة 8 شهور بمعدل 80 جلسة، بمعدل يومي كل جلسة من 8 إلى 12 ساعة، وكذلك من أجل تسليط الضوء على بعض أقول وليس الكل بعض المنابر وهي قليلة والمواقع اللي دات واحد النوع من التأثير الإعلامي وروجات الإخبار الزائفة كانت السيرة بالملف. كذلك بغينا باش نخبركم، وغادي نبدا بهاد النقطة هي الأولى، أن فريق دفاع المحامي وبتشاور مع الضحايا سواء كانوا مشتكيات أو زوج إحدى الضحايا كلهن جميعا وبدون استثناء تم التصريح بالاستئناف بعد الاتفاق الجماعي، سواء زميلاتي أو زملائي اللي أمرني التحقوا لي أن كاين اللي ماشي من الرباط ومن خارج الرباط، ولكن احنا عندنا واحد المبدا اللي حضر زينو مع الغايب، اننا كنا صرحنا بالاستئناف. اذا هذا الاخبار الاول، ان دفاع الضحايا صرحنا بالاستئناف في هذا الملف، وغنقولوا لكم علاش. ماشي غنعلقوا على الحكم، لان التعليق على الحكم كيقتضي الحكم يكون موجود ونشوفوا الاسباب والعلل اللي جعلت المحكمة تمشي في ذاك الاتجاه. كذلك الغاية من هذه الندوة هي نوضع واحد الحد ديال القيل والقال اللي بغى يتلبس لهذا الملف، بغى يتلبس لواحد اللباس غير اللباس اللي هو الحقيقة ديالو، واللي هو مسطر في السكة المتابعة من طرف النيابة العامة. باش نقولوا ليكم كاملين كصحافة نشكركم، ونقولوا حنا كهيئات دفاع ديال الضحايا حنا ما عندناش مشكل مع الصحافة، بالعكس الصحافة والمحاماة خطاني متوازيان، بجوجهم تيقوموا بواحد الدور نبيل، والصحافة سلطة. وإذا قال نقيب زيان على الصحفيين يفتخروا بنقيب بوعشرين بالصحفي بوعشرين، أنا تنقول لهم لا يشرف الانتماء إلى جسم الصحافة. الصحفي كالمحامي إما أن يكون مستقيما في ممارسته ونزاهته ويكون مقيدا بقواعد الشرف، لا يمكن هل يقبل منكم احد كمسؤول ان يستغل صحفيه او موظفه في ادارته وان يقوم باستدراجها ويستغل الظروف ديالها من غير المعقول، وغير المحكمه اقتنعت ابتدائيا. الان استنفنا احنا هذا الحكم، بينا لكم علاش، ماشي علاش استنفناه، علاش استنفناه غنقولوها المحكمه ديال الدرجه الاستئنافيه. احنا هذا حكم صدر على المحكمه اللي كان نقدروها وكنحترموها، ولي منع اننا نقولوا راينا وانطباعنا عليها.
لانه اذا كانوا هما غير راضين على انه تحكم 12 سنه، نحن كذلك غير راضين على انه تحكم 12 سنه. نحن كنقولوا ان العقوبه لم تكن في مستوى الافعال، يجب ان يكون الحكم راديا في مستوى الفعل. هذا راه من غير بالاضافه انه صحفي، راه دكتور في القانون ولا يعذر احد بجهله القانون. وكما قال احد دفاعه، وهنا هذه ما كتقالش مهنيا، انه تكلم احسن منه السيد داري باسباب النزول لجريمه الانتشار البشر، بل طرح حتى الاشغال التحضيريه للبرلمان امام في كلمته الاخيره، وتحدث عن اشرطه الفيديو سي توفيق بو عشرين بالدقيقه والفصيله. لذلك كانت تنظيم هذه الندوه الصحفيه من اجل تنويركم من خلالكم، والشكر كذلك لانه واحد الفئه عريضه من الصحافه المكتوبه والمرئيه والالكترونيه واكبت هذه المحاكمه بحرفيه ومهنيه وبحياد تام، هذا اقولها. ومفروض حنا نشكركم، واخا هذا يعني واجبكم حتى انتم، ولكن في نفس الوقت لقينا واحد التصرفات لا تليق من واحد الفئه قليله واللي هي محسوبه على الموقع او الجريده ديال سي توفيق بو عشرين التي اساءت للجميع. ولكن نحن لا يهمنا، لاننا مؤمنين برسالتنا ومؤمنين بقضيه زبنائيل الذي كان يقع خارج القاعه، لانه بحكم سريه المحاكمه كنتم ترون ما يقع خارج القاعه، اما ما كان يقع داخل القاعه فكان مظلم حقا وكان يعني بشع حقا. اليوم كما عاينتم توجهنا دعوه للصحافه باعتباركم انتم السلطه الرابعه وانتم المنفذ على المجتمع والراي العام الوطني من اجل نقل حقيقه المراج في هذا الملف ومن اجل نقل حقيقه هذا الملف. واول حاجه غادي تعينوا ان اول ندوه تنديروها، فكانت هذه الندوه بعد صدور الحكم وليس قبله، وكان ذلك احتراما للمحكمه واحتراما للسلطه القضائيه، لاننا نعلم جيدا ان الصحافه كسلطه رابعه تؤثر، ولا نريد ان اي من اي جهه ان تؤثر على السلطه القضائيه بخلاف ما كان في الضفه الاخرى. والمحاكمه تسير، عقدت مجموعه من الندوات، بالاكثر من ذلك اقمنا محاكمات شعبيه والوثائق خرجت للراي العام والناس بقات في الندوات الصحفيه تتحكم بالملف وتتناقش وسائل الاثبات وتتناقش الحجيه ديالها. وهذه اشياء اللي تنعتقد اننا اليوم من بعد دستور 2011 تجاوزناها. دستور 2011 حدد مبدا في الصوره واعطانا واحد السلطه اللي ما بقاش على راسها سياسي، هي السلطه القضائيه. فنخليو انه هاد العمليه الفتيه اللي كنبنيو فيها واللي جات نتيجه واحد النضال مرير ديال المجتمع من اجل وصول استقلال القضاء. جمعيه هيئات المحامين بالمغرب من في جميع مؤتمراتها كانت كتنادي باستقلال السلطه القضائيه، وكانوا السياسيين معها كذلك، مجموعه كبيره من السياسيين كانوا كيناديوا باستقلال السلطه القضائيه لانه كانوا يعلمون انهم كانوا ضحايا اراء سياسيه. اليوم بعد ان وضعت هذه المحاكمه اوزارها، تيخرجوا لنا مجموعه من السياسيين باراء اللي تينتقدوا فيها السلطه القضائيه واللي تعلقوا فيها على احكام هما ما شافوهاش يسمعوا ليها. تنقول لهم من راى ليس كمن سامع، اللي عنده الحق باش يقيم خصو يكون عنده الملف، وخصو ما يعتمدش على الكواغط على الاوراق، خصو يشوف الفيديوهات يشوف شنو كان فيها عاد ديك الساعه يحكم. اما ان يعتمد على العنعنه في تكوين رايه هذا غير مقبول. تنقول بانه حتى الناس اللي خرجوا هما اما ناس مغضوب عليهم فشلوا سياسيا في تدبير الشان العام، وهناك من اخرج من الحكومه لهذه العله، وهناك متقاعدين سياسيا، وهناك ناس اللي عندهم خصومات يريدون ان يستغلوا هذه الظرفيه من اجل يعني الحصول على بعض النقاط في مواجهه خصومي. تنقول لكم اننا الملف اللي في المحكمه هو ملف يتعلق بشخص ارتكب افعال اجراميه، الاغتصاب، هذاك العرض، الاستغلال الجنسي، التجار بالبشر. اليوم عندنا وقائع اللي كيفت على اساس التجار بالبشر. اللي نبغي نشير ليه اليوم كدفاع الطرف المدني، عقدنا هذه الندوه الصحفيه باش تكونوا الواسطه لتبليغ راينا للراي العام المغربي. لانه اعتقد الراي العام المغربي اللي كيهمنا حنا بالاساس، حيت ناس اخرين بغاو يحاولوا يدولوا القضيه ديال توفيق بو عشرين واعتبروا عندها ابعاد دوليه. مع الاسف هذه مساله اللي غير صحيحه وماشي حقيقيه، واللي كتمس باستقلال القضاء وكتمس بالسياده ديال البلاد وما عندهاش هذا البعد كله. هذا ملف جنائي ترتكبت فيه افعال جنائيه وجرميه من طرف المتهم وتحاكم فقط لانه صحفي. يمكن بعض الصحفيين تضمنوا مع المساله عاديه، فقط لانه سيد مسؤول وعنده توجه سياسي، واحد توجه سياسي كيدعمه ولا عنده بعد اخر،
فقط لانه حاول هو يدول وجاب جاب محامين من الخارج وحاول يدخل مسائل اخرى لواه السعوديه لواه الحاله ديال خاشقجي الى غير ذلك باش تعطى انطباع اخر باش يهرب الملف من الحقيقه ديالو. الحقيقه هي ان توفيق بوعشرين ارتكب افعال اجراميه وتعاقب عليها، مازال الحكم ماشي نهائي ولكن تعاقب عليها على مستوى غرفه الجنايات الابتدائيه بالدار البيضاء. نبغي نشير بانه هذا قرار ديال المحكمه اللي كنحترموه كدفاع، ولكن كنقولوا ما قنعناش حنا كدفاع بما يخص المتابعات اللي تسطرات في حق توفيق بوعشرين ولا فيما يخص التعويض اللي تعطى للضحايا، اللي التعويض اصلا كيتعطى لجبر الضرر. هذا تعويض ما غايجبرش الضرر للضحايا لان هذا الضرر غيستمر معهم حياتهم كامله، لان هذا ضرر فيه نفسي وفيما هو مادي وفيما هو عائلي والمجتمع كله كياخذ. وحنا كنعرفوا الضيه ديال المراه في المجتمع ديالنا كتكون هي المذنبه الى ان يثبت العكس، ولو انها هي الضحيه وهي المتضرره. انا كنعتقد اليوم خطينا خطوه ولا ما بغيناش نديروا ندوات صحفيه كما داروا دفاع المتهم باش يحاولوا ياثروا على القضاء. انتظرنا حتى صدرات المحكمه القرار ديالها وعقدنا هذه الندوه اللي حاولنا نسلطوا الضوء على مجموعه ديال النقاط ومجموعه ديال الاسئله اللي هي اسئله داخل المجتمع حول المحاكمه باش نقولوا بان الملف ماشي سياسي، الملف قانوني ودخل المحكمه قضائي وباقي قضائي وسينتهي قضائي. وما على توفيق بوعشرين الا يثبت العكس. حنا كنقولوا هذه افعال اللي اقتنعت المحكمه بوسائل الاثبات اللي جابتها النيابه العامه بان هذه افعال ثابته، بل اكثر من هذا اقتنعت بانه التجار بالبشر ماشي جريمه اللي هي بسيطه، هذا انتهاك جسيم من حقوق الانسان. والمحكمه خدات قرارها في الاستئناف الطور الثاني غادي ندافعوا على الضحايا اللي حنا تبنينا ملفهم، والمحكمه طبعا غادي يبقى لها والقضاء غتبقى له الكلمه الاخيره. هذه اول ندوه صحفيه تعقد بعد صدور الحكم، ايمان منا باننا نرغب في تكريس استقلالية القضاء، فإذا كان الدفاع الذي يعتبر جزء من أسرة القضاء يمس باستقلالية الدفاع وكأن أفراد الأسرة يمس بعضهم بعضا كما فعل البعض للأسف الشديد. خلال المحاكمة استغلوا الجلسات المغلقة وكيخرجوا، وما كان قصدهم هو التأثير على الرأي العام. قالوها بغاو يغلطوا الرأي العام، استغلوا السريه. حنا في الاول ما كناش نهضروا، من بعد شفنا الاخطاء والشائعات فاضطرينا لتنوير الراي العام، وسيما الصحافه كتجي كتقول لك اودي سمعنا واحد الراي. جاوبوا انتم، كنقول لهم ابدا هذا الشيء ما كاينش، ها الواقعه كيفاش تمت. هما كيديروا حاجه، هما كما قلت لكم بغاو كما قال واحد السيد منكم قال بغاو يدوخوا الراي العام، وداخوا هما شي مزور شي هو شي ماشي هو شي ما كاش الفيديو شي راجل فلانه شي لا صحيح ما عرفوا ما يقولوا. هو براسو ما كاش الفيديو ماشي ديالي، كيقول له جو ديالي لو كور ماشي ديالي. واحد المره في معامل المحكمه كيقول لهم وهادو دست الكاميرات لي، ايوا واخا الكاميرات دست ما كاموش يقولنا شكون، هذه طريقه معروفه. والدفاير اللي لقاو عندك ذاك النهار في فيديو جنسي تاع 22 في الليل، هما جاو عندك 23 كان مازال ما تفرغ، فيه خمسه تاع الفيديوهات وواحد مسجل في ليله الحز، في ليله الحز اخا الفيديو ما كان مشكل، ها هو صحيح. ودوك الضحايا اللي باقين خدامين عندك وكيخلصوا وقالوا هذاك هو وهذوك حنا، معنا الفيديو ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه، المشتكيات اكدوا الاخرين اكدوا، الدليل العلمي قائم عاود شوف اكثر ما هكا. جا في اخر كلمه لما وجهت انا بالادله وبتصريحاته امام الضابطه اللي فيها اقرار لان راه واجهوه بالفيديو، ما قال لهمش ماشي انا، قال لهم تحفظوا على الجواب اخر سطر وموراها سخف، شرحها في علم النفس نهار نهار. وراه قال لهم قال للمحكمه قال له السيد رايس شو بلاد مرا بلاد نمشي من رايه هو يتصيد، قال له نهار 23 قلت لهم انا ما نشوفش الفيديوهات هما ما شافوا حتى 24، باش عرفتهم انت نهار الثروه كاين فيديوهات تفرض فيك ما عارف والو حتى يبانو عاد تعرف. هو هرب النقاش عطوني المصدر وغير شوف بعدا شنو كاين عاد قلب على المصدر اللي جابوها. في التالي بدا يقول اخر كلمه ايوا سيد الرئيس خصكم تثبتوا بان دوك الفيديوهات كانوا قبل 2016 مورا في
16 يعني قبل دخول قانون جزر البشر حيز التنفيذ. ها هو واحد النوع من الاقرار اخر، والا ما غتطبقوش القانون بات الرجعي. هو سيد الرئيس راكم شفتوا فيها الرضائيه، هذيك السيده اللي هي اسماء لابسه وكذا، دابا ولات اسماء ولات باينه، ولا التاريخ باين، ولا الضوء ولات الصوره باينه. كتقول له ايوا عندك تقلب عليا، واش اللي مضغوط عليها تقول له تقلب عليا وتسمح فيا؟ هذا يبين باغي. هذا ولات الصوت مسموع، الصوره مسموعه، اسماء باينه، الفيديو رقمه فلاني قدام قدام، اش كتقول فيه؟ دابا وانا ربما المحكمه تعيد التكييف وغتمشي للفساد والخيانه الزوجيه. هذا النوع شنو فيه؟ نوع من الاقرار. شوف منطقي وفعلي في نفس الجنايه في البحث، كان يا داير ما دايرش، ما دايرش، ولا بالكم نقصوا يعني راه داير. صافي امور واضحه، تمتع بجميع الضمانات، الدفاع تاعو قال الامور اللي لواحد الوقيته بقاو يقراو غير المحاضر وقولوا اللي بغيتوا. قلنا لهم احنا اي اجراء طلبتوه يهدف للحقيقه احنا معاكم، طلبتوا خبره الزوجه معاكم، طلبتوا حضروا معاكم، طلبتوا ضحايا اخرين معاكم، وحنا ما باغينش يشاركوا في ظلم، احنا باغين الحقيقه نصفوا يا الضحايا يا المتهم، الى دار تحمل المسؤوليه، ما دارش يمشي في حاله. منين جا طلبوا الخبره هما حنا كدنا عليها، جا الناقب زيان قال لك اصدي حنا ما عندنا ما نديروا بالخبره، انا هما كيغوتوا. قلت لهم انا بهذه الصيغه، لماذا الخوف من الخبره؟ اش كتخافوا من الخبره؟ ياك الخبره غتثبت لنا شي حاجه، الا ما ثبتناش ما غدرناش، لماذا الخوف؟ اش كان الجواب؟ النقيب زيان قال ودي حنا خفنا هذه الخبره غتجي وتقول لك الفيديوهات مزورين وغادي نشوهوا المؤسسات. حباس دابا عاد تشوهوا المؤسسات، انتوما شاكين بهم قلتوا زوروا ودابا خايفين عليهم. اسمح لي، الواجب تاعك الدافع للموكل ودافع للحقيقه، ما تخافش عليهم. الجهه اللي زورت تحمل المسؤوليه، الا زورت شي جهه تمشي للحبس وغتسيب يمشي في حاله. احنا عندنا واحد القضيه خصنا نشاركوا فيها كاملين للوصول للحقيقه ونصفوا يا الضحايا المتهم بدون حقد، لان الظلم تاع واحد ما كيبغيه. عندنا ضحايا وعندنا متهم، خصنا نوصل للحقيقه.